معكم نبيلة، الزوجة السابقة ديال فنان الراب المشهور مسلم. 2014 بدأت العلاقة ديال الزوج ديالي السابق بالفنانة أمل صقر. بدأت بيناتهم علاقة غير شرعية اللي ما بغاتش تنتهي. احنا تفارقنا لمدة سنة قبل الطلاق، وكان عايش معاها تقريبا ديك السنة فترة ديالي، وكنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اي لحظة كيدوزوها ولادي بلباهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كيفاش عطاك قلبك هيدا الدخول بيناتنا، مع العلم انني هضرت معك مرارا وتكرارا وقلت لك بعد منا وعطينا الثقه